وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد معنا. أهلا بكم. بداية من البيانات التي سمعناها من الاقتصاد الأمريكي في جلسة يوم أمس، بيانات التجزئة وأيضا بيانات مؤشر أسعار المنتجين، برأيك كيف ستكون انعكاساتها وتأثيراتها لهذه البيانات على قرار الفيدرالي الأمريكي المقبل وأيضا على تحركات الدولار؟ يعني نظرنا إلى هذه البيانات التي صدرت يوم أمس على أنها علامات سلبية حقيقة على الاقتصاد الأمريكي، وهي تعتبر من أوائل العلامات الواضحة التي بدأنا نستشف منها أن الفيدرالي الأمريكي يجب أن يقوم بعملية إبطاء في تشديد السياسة النقدية. هو فعلا مقبل إلى هذا الإبطاء، التوقعات أكثر من 95% صارت أنه يكون الرفع القادم ب 25 نقطة أساس، فالإبطاء فعليا تم، ولكن كم مرة ممكن أن نقوم بذلك؟ مرتين أو ثلاث مرات قبل أن يستقر أو يقر الفيدرالي باستقرار أسعار الفائدة لفترة بسيطة. ومن المتوقع، لا زلت أشير إلى أنه هناك احتمالية حتى أن الفيدرالي يعني ينضغط لدرجة أنه يقبل إلى الحديث عن تقليص لأسعار الفائدة قبل نهاية تعاملات العام الحالي 2023، وذلك نظرا لأنه التأثير سيكون كبير على النمو الاقتصادي، إمكانية الركود كبيرة جدا. من بداية العام بدأنا نشوف رسائل واضحة مع نهاية تعاملات العام الماضي أنه في عندي انخفاض بمبيعات التجزئة، في عندي تراجع واضح في التضخم، الوقود والطاقة هي مقياس رئيسي تراجعت أسعارها، ولكن ضمنيا في عندي قراءات أخرى لا تزال تظهر أنه الأسعار لا تزال ترتفع بوتيرة أعلى بكثير من ارتفاع الأجور، وهذا ضمنيا يعتبر إشارة سلبية. كمان في عندنا بخاطر مع تشديد السياسة النقدية خنق أكبر للاقتصاد ونموه، وممكن يؤدي ذلك إلى وقوعه بالانكماش قبل نهاية تعاملات الربع الحالي. رأينا الاقتصاد الصيني يعني تمكن من تجاوز التوقعات، لكن الاقتصاد الأمريكي مع هذه الباكورة من البيانات مع بداية تعاملات العام أعتقد الوضع سيكون أصعب بعض الشيء. جيد. رائد، للمرة الثانية على التوالي نشهد تراجع التضخم في بريطانيا المملكة المتحدة، معزز يعني من أمال المستثمرين أن أزمة تكلفة المعيشة قد يحدث فيها نوع من الانحسار. رأينا تراجعات على أساس سنوية 10.5 كانت 10.7، وصلت الذروة في أكتوبر 11%. ما مدى اتفاقك مع هذه الأمال، أم أن الوقت لا يزال مبكر ربما لإطلاق هكذا أحكام في ظل بيانات اقتصادية أخرى؟ مبكر جدا. طيب، يعني هي لا شك انه هي القراءة الثانية من التراجع، ويعني غذت الآمال بشكل كبير، ولكن بالنظر الى تفاصيل البيانات الصادرة ننظر الى انه عندنا اولا الحديث عن انه ما هو الانخفاض الذي حدث. حدث الانخفاض في اسعار المستهلكين على الوقود، على الملابس، على الأحذية، ولكن إذا نظرنا إلى الغذاء على سبيل المثال نجد أن أسعاره ترتفع إلى عند أعلى مستوياتها في التسارع والارتفاع منذ بداية تسجيل بيانات الغذاء عند تقريبا 1989. أعتقد ذلك يعطينا كمان إذا نظرنا إلى قطاع الخدمات نجد أنه أيضا هو متسارع وبشكل كبير جدا، لا تزال بيانات التضخم فيه مرتفعة. إذا نظرنا إلى ما هو فحوى هذه السلبية أو من أين تأتي السلبية، تأتي أنه الضغط سوف يكون كبير على العائلات قليلة الدخل ومحدودة الدخل، التي لأنها ستتأثر أنه الأثر عم بيكون عندي على السلع الأساسية. الانخفاض بالطاقة غير كافي في الوقت الحالي، في الأحذية والملابس والكماليات غير كافي، بالتالي ذلك يضغط أكثر على الاقتصاد البريطاني وعلى صناع السياسة النقدية البنك المركزي البريطاني في الفترة القادمة. نعم رائد، قبل أن أنتقل لملف اليابان أود أن أسأل أيضا بتباطؤ بيانات التضخم في المنطقة الأوروبية أيضا، وننتظر أيضا محضر الاجتماع للمركزي الأوروبي، وسمعنا التصريحات في الجلسات السابقة بإمكانية دراسة أيضا إبطاء وتيرة رفع الفائدة، كيف تقرأ أيضا هذا المشهد؟
يعني أصبحت ضرورة إمكانية إبطاء الوتيرة لسبب بسيط، لأنه المعالجة التضخم بالتشديد السريع في أسعار الفائدة سوف يضر كثيرا بالنمو الاقتصادي، ممكن يوقعنا بركود طويل وممتد. التضخم حتى الآن لا ينخفض حقيقة كما ينبغي، لا ينخفض بتراجع فعلي بأسعار السلع الأساسية، وإنما الطاقة فقط هي المحرك الرئيسي اللي عم بيكون عندي بانخفاضها مؤخرا، سبب ذلك تراجعات بأسعار السلع، وهذا لا يتم الاعتماد عليه أو الاستناد عليه كثيرا. أسعار الغذاء والطاقة تضغط كثيرا على مستويات أو العائلات ذات المستوى الدخل المنخفض. نضيف إلى ذلك نقطة مهمة، واللي هي أنه الاقتصاد الأوروبي في الفترة الحالية يعني تجاوز نوعا ما من أزمة الطاقة، ومقبل إلى فترة يمكن أن يتحمل فيها أسعار فائدة عند المستويات الحالية دون أن يتم رفع أكثر من قبل المركز الأوروبي. رائد إلى اليابان، يعني تقلبات سعرية قوية كما تتابع خلال تعاملات جلسة أمس بعد أن تم تثبيت سعر الفائدة اليابانية في النطاق السلبي، ما خيب أمال المستثمرين بعدم اتباع هذا البنك. خطى البنوك الأخرى، اليابان دائما يعني على النقيض من كل البنوك، كيف تقيم وترى قرار بنك اليابان وانعكاسه على تعاملات الين في الفترة القادمة؟ يعني أنا أرى أنه التغيير كبير الذي فعليا حدث في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني، ولكن الأبروتش مختلف أو طريقة التقديم مختلفة. سابقا كنا نتحدث عن الألترا إيزي بوليسي أو سياسة التحفيز المفرط، الآن نتحدث عن التحكم بالمنحنى أو سياسة التحكم بالمنحنى، وهنا يعطي نوعا ما نغمة تشددية من قبل البنك المركزي الياباني، وذلك سوف يتيح له التحكم بمستوى الإقراض بالفترة القادمة وبطريقة غير مباشرة يقلل السيولة الموجودة في الأسواق، ويعتبر ذو نمط تشددي، لأنه أنت قاعد عم تعطي نوعا ما مستويات عاد أعلى على السندات اللي أنت بتقدمها، ذلك بطريقة غير مباشرة يعني يدفع أكثر مستويات الين الياباني ممكن لمزيد من الارتفاع أمام الدولار الأمريكي كزوج، يعني نتحدث عن إمكانية الانخفاض أكثر. وشخصيا أعتقد أنه الطريق ممهدة إلى مستويات دون 125 بالنسبة لهذا الزوج في الفترة القادمة، طالما نحن مقبلين أكثر. يعني حتى كورودا لم ينهي يعني عهدته بعد كرئيس للبنك المركزي، ويحدث هذه التغييرات الكبيرة. أعتقد يعني هناك تصميم واضح على انقلاب كامل في السياسة النقدية بالنسبة للمركزي الياباني، ليس بالشكل الكبير ولكن هو تغيير عما كانت عليه حقيقة، وبالتالي لا يمكن أن نقارن هذا التشديد ببنوك مركزية أخرى، ولكن بالنسبة للبنك المركزي الياباني أعتقد سيكون كافيا وبشكل كبير جدا. وأيضا نضيف إلى ذلك إمكانية تراجع الدولار الأمريكي في الفترة القادمة مع ميله إلى رفعات أسعار فائدة أقل، سوف يدعم أكثر تراجعات الزوج دولار أمريكي ياباني. نعم رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب، أهلا بك.